وللمزيد معنا من ريف حلب الشمالي المحلل السياسي السوري صالح فاضل. اهلا ومرحبا بك استاذ صالح. بدايه، هلا اطلعتمونا على تطورات المعارك في محافظه درعا؟ الحقيقه المعارك الى الان هناك يعني تسير بشكل جيد بالنسبه لمصلحه ثوار اهلنا في درعا، الا ان علينا الانتباه ان وسائل الاعلام الخاصة بالنظام وزبانيته والجنود الإلكترونيين تبع النظام ينشرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار الكاذبة لكي تحبط نفسيات ومعنوية الثوار والحاضنة الشعبية للثورة في درعا. الأمور تسير حتى الآن بشكل جيد، هناك أسلحة متطورة نسبيا وهي من إنتاج ثوار درعا إنتاج محلي تدخل المعركة منذ البارحة، وإن شاء الله الأمور تسير بشكل جيد. ما هو تقييمكم لأداء فصائل المعارضة في درعا منذ بدء العمليات العسكرية للنظام في المحافظة حتى الآن؟ لا شك يعني عندما بدأ المجاهدون في درعا لتأسيس غرف العمليات المشتركة وأفرزت الحقيقة الثوار الحقيقيين الشرفاء وأبعدت من هو مشكوك في أمره وقد حصل هذا، أصبحت الثورة نقية الحمد لله رب العالمين من الضفادع والشبيحة وأمثالهم، وبالتالي الأداء ما زال مخبولا لأنه يعمل بعمل منظم وتنسيقي بين المجاهدين وفصائلهم المتعددة. هل وصلت أي تعزيزات لدعم محافظة درعا من الخارج؟ حقيقة هذه لا نستطيع أن نجزم بها، وإن تسربت أخبار أن هناك بعض الأسلحة قد دخلت من خلال الحدود الأردنية، لكن أنا لا أستطيع أن أجزم بهذا، ولكن الدعم الحقيقي سيكون قادما إن شاء الله، دعم بفتح جبهات. وقد حصلت اليوم اشتباكات في منطقة الشمال في ريف إدلب تحديدا، وإن شاء الله هذه التحركات ستخفف عن الثوار المجاهدين في درعا وستكون دعما لهم بإذن الله. رئيس روسيا فلاديمير بوتين يقول إن 140 ألف عسكري روسي غادروا سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، هل سيؤثر ذلك على المعارك في درعا وسوريا عموما برأيكم؟ أولا هذا الخبر الذي أزعه بوتين حتى الآن لم يتأكد، المؤكد أن الطائرات الروسية وهذا الذي يهمنا، الطائرات الروسية ما زالت تمارس أعمالها الإجرامية في ريف حلب وريف إدلب وأيضا في منطقة درعا كما رأينا، فما زال الإجرام الروسي مستمرا، وقد يكون هناك يعني حتى أن الأعداد 140 ألف روسي غادر سوريا، أظن أن هذا الرقم رقم كاذب ومضلل، لأنه بالأصل لا توجد هذه الكمية الهائلة من الجنود الروس، وإنما هناك الأسلحة الجوية المتطورة، وطبعا هناك المشاة لكن ليس بهذا العدد الضخم. من ريف حلب الشمالي المحلل السياسي السوري صالح فاضل كنت معنا، شكرا جزيلا لك.